تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن يوما في الظهيرة وقد أوى الناس إلى بيوتهم، إذ أقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صغيرة، وعائشة أصغر من أسماء، أسماء كانت صغيرة وعائشة أصغر رضي الله عنهن. تقول: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أبي بكر في حر الظهيرة في ساعة لم يكن يأتيه فيها أبدا، فعجب أبو بكر من مجيئه عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. فلما دخل عليه قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر أخرج من عندك، عندي كلام لا أريد أن يسمعه أحد، أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاك وأولادك، يعني لا خطر أن تتكلم عندهم. قال: يا أبا بكر إنه قد أذن لي بالهجرة. تقول عائشة: فبكى أبو بكر، فوالله لم أكن أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح. حتى رأيت أبا بكر يبكي، يبكي لأنه سيرافق النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر رحلة يذهب فيها إنسان، ويبكي أنه سيرافق النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: ما ظننت أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. يقول: الصحبة يا رسول الله، الصحبة مع الخطر الذي سيصيبه والقتل الذي يتربص به والجوائز التي تجعلها قريش لمن يقبض عليه. ما قال: يا رسول الله هاجر لوحدك، البقاء معك خطر والمشي معك خطر والعمل معك خطر، لا، الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فانفجر أبو بكر يبكي. تقول: ما ظننت أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. قال أبو بكر: يا رسول الله فإني قد أعددت راحلتي، أطعمتهما وجهزت الزاد عليهما. قال: آخذها بالثمن. قال: بالثمن. ثم وعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأتي إليه ليلة من الليالي. صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أيها الناس، من كنت قد شتمته أو ضربته أو آديته فليقتص مني. أيها الناس، من كنت قد ضربته أو شتمته أو آديته فليقتص مني. فمن يتكلم إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليقتص مني يوم لا يكون درهم ولا دينار. فوضع الناس رؤوسهم بين أفخادهم ولهم خنين من البكاء. أجهش كل من كان في هذا الموقف بالبكاء، وإذا برجل يقوم من وسط المسجد فقال: أنا يا رسول الله. قال: أنا يا رسول الله أريد أن أقتص منك، أنا يا رسول الله أريد أن أقتص منك، وما دمت أنك قد طلبت القصاص فأريد أن أقتص الآن، وما دمت أنك قد طلبت القصاص فأريد أن أقتص منك الآن. فتوقف الناس عن البكاء ومسحوا دموعهم والتفتوا ينظرون. فتقدم هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هذا المشهد علي قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله في القصاص. فتقدم ابن عباس وقال: يا رسول الله في القصاص. فقال النبي: لا، القصاص في أنا. قال: لا، القصاص في أنا. يا حكام أمتي اسمعوا، أيها المتجبرون المتكبرون في الأرض اسمعوا. قال: لا يا علي. قال: لا يا ابن عباس، القصاص في أنا.
فنظر النبي إلى الرجل فعرفه، وإذا به عكاشة ابن محصن، وإذا به عكاشة ابن محصن، فنظر النبي إليه فقال: يا عكاشة، والله الذي لا إله إلا هو لقد دعوت الله أن يدخلك الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال عكاشة: ولكنك طلبت القصاص وأريد أن أقتص منك الآن، ولكنك طلبت القصاص وأريد أن أقتص منك الآن. فقال النبي: وما ذاك؟ قال: يوم المعركة في معركة من المعارك، وخزتني فآذيتني، وخزتني فآذيتني، وأريد أن أقتص منك الآن. فأرسل للعصا التي كان يسوي بها النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم صعد عكاشة على المنبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا المشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد بجوار النبي على المنبر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف الحبيب صلى الله عليه وسلم عن مخصرته، ورفع عكاشة العصا، وصار الناس ينظرون وينتظرون أن يضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهز العصا، ثم هزها مرة، ثم ثانية، ثم ثالثة، حتى رآها الناس، ثم بعد ذلك ألقاها خلف ظهره، وتقدم بشفتيه إلى مخصرة النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، يقبلها وهو يجهش بالبكاء. أي حب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي عشق هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ تقدم يقبله وهو يقول: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. أي حب وأي عشق هذا؟ فقال النبي: وما ذاك يا عكاشة؟ قال: يا رسول الله، عرفت أنه الفراق، عرفت أنه الفراق، فأردت أن يكون آخر العهد بيني وبينك أن تمس بشرتي بشرتك يا رسول الله، فأردت أن يكون آخر العهد أن تمس بشرتي بشرتك يا رسول الله. فأنجش الناس بالبكاء،